مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بخير. في هذا البرنامج اللي بنحكي فيه عن عادات رمضانيه في بلادنا، اليوم بنحكي عن موضوع لمه العيله في رمضان. لمه العيله في رمضان من اهم الامور اللي بتصير في رمضان. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه انه من افطر صائما او من فله مثل اجر، وهذا العرف طبعا موجود كتير في بلادنا. الناس بتحب كتير تفطر الصائم ويجي يفطر عندها، ولكن لمة العيلة إلها رونق في رمضان. طبعا التجمع اليوم الأول لازم يكون في بيت الحج الكبير، بيت الأب أو بيت الجد، وهذا طبعا عادة وتقاليد بتصير في رمضان. لكن اليوم الثاني بيصير عليه نزاع، اليوم الثاني بيكون عند الابن الأكبر عادة، بيجتمعوا العائلة وهلم جرى. الناس في رمضان صراحة بدها كالندر، بدها إشي تكتب عليه عند مين معزوم اليوم وبكرة وبعده، لأنه تكثر فيه العزائم. هو العزومة بيوم بوقت واحد، وقت الإفطار عادة. الوقت هذا طبعا تلتم فيه العيلة. خلينا أحكي لكم شوية عن العادات اللي طبعا متذكرها، واللي عاش في بلادنا أكيد بيعرفها، لكن هيك حابين نتذكرها مع بعض. في البداية طبعا بصير كان بالاجتماع الأول أو قبلها، الناس بتروح على الناس بتحكي لها أنه أنا عازمك بيوم فلاني، بيحضروا لهذا اليوم، تبدأ التحضير لهذا اليوم قبل أيام. بروحوا بيجيبوا اللحم والخضار والفواكه وكل هذا الموضوع، والنسوان بتبدأ تطبخ من الصبح يعني عادة، لأنه بتكون العزومة كبيرة. يعني أنا بتذكر في أيام في الوالد الله يرحمه لما كان يعزم، يكون عندنا عماتي ويوم لخالاتي ودار أهل أمي وعمامي، ويكون عندنا 20-30 واحد غير الأولاد الصغار طبعاً اللي موجودين. صراحة في شغل كبير بكون على السيدات في المنزل، لأنه هم عادة اللي بطبخوا في رمضان، وببدأ التحضير يمكن من قبل بيوم، خاصة وراء الدوالي والملفوف والشغلات هاي. والشغلات الأخرى اللي بتصير بنفس اليوم مثلا طبخ اللحم والرز بتصير قبل ساعات من الإفطار. طبعا بالإضافة إلى كل هذا بيبدأ تحضير العصائر، كل ناس بتحب عصائر معينة، حنحكي في حلقة عن موضوع عصائر رمضان. لكن الحلويات برضو حنحكي عنها بحلقة، حلويات رمضان اللي هي لازم تصير بعد الفطور، خاصة القطايف والكنافة وأمور كثيرة. لكن التحضير للوجبة هذا شيء مهم. في طقوس للحضور في رمضان، من أهم هذه الطقوس اللي هي أنك تحضر قبل الإفطار بدقائق وليس بوقت طويل. ليش؟ لأن الناس بتكون كلمة مكركبة، يعني عندها أمور كثير تحضرها قبل الإفطار. لكن إذا أنت قريب مثلا بدك تساعد بيختلف الموضوع. عادة الناس بتحضر قبل الإفطار بدقائق، ممكن تجيب معك حلو أو طبق من المعجنات أو عصائر أو أي شيء، حيث أنك هيك تشارك في الفرحة. طبعا يبدأ الإفطار دائما بالتمر، عادة بيصير الصلاة بعد التمر، وبعدين تبدأ الناس تأكل. طبعا الصغار لا بيستنوا ولا إشي، بيكونوا معتدين لحرام على فرش هيك لحالهم وقاعدين بوكلوا. والكبار طبعا بكونوا على في طاولة أو على الأرض في مكان معين لحالهم. بعد ذلك بتصير موضوع الحلويات والفواكه، وبتنزل وبيبدو الناس طبعا ينسوا إنهم كانوا صايمين، وبتشتغل المعدة. طبعا هذا الموضوع ممكن يستمر إلى حتى السحور، السهر بالليل، الجلوس، الحديث، التسامر، ممكن حضور التلفاز أو حتى لعب بعض الألعاب المسلية مثل الشدة أو الطاولة أو الألعاب هاي. بتضل هاي السهرة عادة بتطول، أوكي؟ وبيجي الثاني يوم وثالث يوم، وكل يوم بكون عند أحد من الأشخاص. طبعا هذا الموضوع عادة جميلة جدا في بلادنا، بتعمل ألفة، بتعمل تقارب بين القلوب وتحابب. وحتى في هذا الشهر الفضيل كثير ناس بتسامح ناس، حتى مديونين بسامحوهم بدينهم. طبعا هذا الموضوع موضوع جميل جدا، حبينا نتذكره في هذا اليوم الرمضاني، ونرجع بنقول لكم كل عام وانتم بخير، ونراكم في حلقة قادمة.